صباح الخير يا هايدي. سعد لي صباحك يا رشا. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله، وانت كيفك؟ دائما نقول الحمد لله على كل شيء. بتصبح عليك يا واس، صباح الخير لكل حدا مرافقنا بمشوارنا الصباحي. بداية هذا النهار مشاهدينا يحمل لكم ولأن كل الخير الصحة والسلامة، ودائما منقول يا رب جبران الخاطر وهيك تتحسن الظروف على جميع المستويات. مشوارنا الصباحي اليوم متنوع وضيوفنا من مجالات مختلفة. حنروح لنحكي اليوم عن كيفية التعامل مع الطلاب قبل الامتحانات التكميلية، أيضا حيكون للبشرة والعناية فيها محطة، وحنروح لنضوي على المشاريع الصغيرة والحرف التقليدية اليدوية. بلشوا هذا النهار دائما بابتسامة وطاقة إيجابية، ويسعد صباحك يا هادي. سعد لي صباحك يا رشا. أكيد محطتنا لليوم عديدة، إن كانت تعليمية أو طبية أو حتى اجتماعية. كل التحية والمحبة لكم مشاهدينا مشاهدي الأخبارية السورية. يسعد صباحكم بيوم جديد ونهار جديد وبداية أسبوع جديد. نتمنى يا رب يحمل معه كل الخير والصحة والرزق وراحة البال. مثل العادة مشاهدينا ساعة ونصف من الوقت بالعديد من الفقرات المتنوعة والتقارير بمحافظتنا السورية، ولكن مثل العادة فاصل صغير ونرجع. أما ببداية صباحنا لليوم حنروح لذاكرة الأيام ونشوف مع بعض أهم التواريخ اللي تسجلت بتاريخ هذا اليوم. اليوم 13 تموز، كثير من الأحداث تسجلت بتاريخ اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بعام 1837 الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تنتقل إلى قصر بيكنغهام لتصبح أول ملكة تسكن هذا المكان. بعام 1930 انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي. بعام 2014 المنتخب الألماني يفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه. بعام 2019 إطلاق المرصد الروسي الألماني للفيزياء الفلكية عالية الطاقة سبيكتر أرجي من ميناء بايكنور الفضائي في كازاخستان. ومن الوجوه يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1934 وولي سوينكا، كاتب نيجيري وحاصل على جائزة نوبل في الأدب بعام 1986. ومن الوجوه يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1995 علي الوردي، عالم اجتماع ومؤرخ عراقي. وأكيد مشاهدينا من رزنامة التاريخ، خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم مع مجموعة من المعلومات الغريبة والمنوعة اللي عم تكون موجودة دائما ضمن صباحنا غير. خلونا نتعرف عليها سوا ومنرجع. هل تعلم أن في علم النفس اللون الأزرق يجعلك تشعر بالراحة والبهجة؟ لذلك مجرد النظر إلى السماء الصافية أو البحر أو أي واجهة زرقاء لمدة من الزمن قد تتغير نفسيتك للأفضل فوراً. فالأزرق فيزيولوجياً يعطي إحساساً بالسعة والفضاء، وهو من الألوان المريحة للنظر والأعصاب. وهل تعلم أن بعض الناس في تركيبتهم الجينية يحبون الليل أكثر من النهار، وذلك لأنهم لا يجدون الراحة ولا يتأقلمون جيداً إلا في البيئة الهادئة والصامتة والخالية من البشر؟ وهل تعلم أن النساء اللواتي يتسوقن كثيراً يعشن لفترة أطول من غيرهن بخمس سنوات تقريباً، إذ يصنف التسوق سيكولوجياً كشكل من أشكال العلاج الذي يطيل العمر الافتراضي للإنسان؟ وهل تعلم أن الضحكة القوية التي تنبع من الداخل وتجعلك غير قادر على الكلام هي مفيدة جداً للدماغ، إذ تحميه من التلف وتعمل على تقوية المناعة بشكل أكثر من المعتاد؟ وهذه الضحكة تساهم في جعل الإنسان يظهر أصغر عمراً على المدى البعيد. The
وبأول محطاتنا لليوم، أول شيء بعد ما ظهرت نتائج الثانوية هايدي اليوم، يمكن بعض الأهالي ما كانوا رضيانين على هي النتيجة، ودائما نحن بنعرف أنه بيضلوا ناطرين النتيجة، يعني حصاد خلينا نقول تعبهم وتعب أهليهم، ولكن بعض الأهالي بيروحوا لردات الفعل العنيفة إذا كانت النتيجة ما كتير على ذوقهم، فممكن هذا الشيء يسبب ضغط نفسي للطالب، وخاصة نحن رايحين على التكميلية. تماما يا رشا، خلينا نكون واقعيين، اليوم يمكن نسبة النجاح كانت جدا قليلة إن كانت بالفرع العلمي أو الأدبي، طلاب يمكن قدرت تجيب علامات عالية المجموعة اللي بدها إياها وهي ما أنا بحاجة للتكميلة، وبنفس الوقت في نسبة كتير كبيرة من الطلاب هنون اليوم بحاجة ليكملوا ليحسنوا اليوم من مجموعهم، يعني التكميلية صارت على البواب، لازم دايما ننسى الشيء اللي مضى ونركز اليوم على المواد يلي عنا، البكالوريا هي مو نهاية العالم، لهيك اليوم طلابنا بحاجة كتير كبيرة للدعم النفسي والمعنوي، تفاصيل كتير مهمة مشاهدينا رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو الدكتورة ربا خضور، أخصائية في طرائق التعليم وتطوير المناهج. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك للسادة المشاهدين والقناة الأخبارية، ومبروك للناجحين، مع أنه الموضوع عن الطلاب اللي نجحوا، فرصة أفضل للطلاب اللي بدون يكملوا أو بدون يعيدوا بالسنة القادمة. أهلا وسهلا دكتورة، ونحن أكيد باركنا ورح نرجع نبارك لكل حدا تفوق بهي السنة، ونتمنى هيك دائما نشوف طلابنا بمستويات جدا عالية. بداية يعني خلينا نروح للأهل، ودائما هنن السند وهنن الداعم الأول للطالب، اليوم شو هي أهم الطرق للأهل لدعم طلابهم خلال الامتحانات ما قبل وبعد؟ طبعا دعم الاهل ما ببلش وقت الامتحانات، يعني انا بشوف ام او اب غير داعم بالفترات السابقه بيجي هلا فجاه بصير داعم، هذا الشيء بيعمل له شوك للطالب ويستغرب. ففتره الدعم بالاساس هي بتبلش منذ الطفوله وبالمراحل الانتقاليه وقت الامتحانات، الطالب الابن بيعرف انه عنده اهل داعمين، فبيجي هلا وقت البكالوريا او وقت الشهاده بيعرف انه انا هلا فتره الدعم او فترة الامتحان حيكون عندي دعم مضاعف، الدعم وليس السيطرة. فدور الأهل بالدعم كتير ضروري، فمثلا ممكن مثلا يصير الدعم عن طريق المشاركة، يعني الأهل لما بده يجي وقت الامتحان ممكن يشاركوا ابنهم بوضع برنامج للدراسة، ممكن يشاركوا ابنهم بمشاوير برا البيت، ممكن يشاركوا ابنهم برأيه بالمنهاج، بمنهاج معين وين عم بيلاقي صعوبات، وين سهل عليه وين صعب عليه. فموضوع الدعم عن طريق المشاركة هو المعنى الأساسي للدعم، وبرجع بقول الدعم وليس السيطرة أو فرض الرأي على الابن. تمام دكتور ربا، يمكن في نسبة منيحة من الطلاب اليوم ما خلفهم الحظ، نتائجهم كانت مو مرضية لهم اليوم لمجهودهم وتعبهم، اليوم قد ممكن يأثر هذا الشيء عليهم، وكيف ممكن يتداركوا هي المشاكل اللي وقعوا فيها كرمال يمكن يكونوا يحسنوا أكثر بالتكملة؟ طبعا الطلاب عبارة عن نماذج مختلفة، يعني ممكن مثلا نلاقي طالب ما حالف الحظ بهي الدورة سواء رسوب أو مجموع غير مرضي، فممكن يكون حساس، يكون زعلان، يكون مقهور، هذا الطالب يفضل أنه نعامله بطريقة تغلب عليها الشفافية والحساسية، أبدا بدون تجريح، أبدا بدون مقارنات، وخصوصا المقارنات البغيضة أحيانا بتصير ضمن العائلات، فهذا الطالب لازم نبعد عن التجريح والتنكيل فيه بأي طريقة من الطرق. بنلاقي طريق طبع ثاني لطالب آخر، وطالب مستهتر، يعني مو فارق معه طلعت النتيجة ولا كأنه صاير معه شيء، حتى كمان ممكن يجي بالصوت العالي على الأهل. هون أنا بقول للأهل إن ولا تبخسوا نفوسكم حقها، لازم كمان أنتم تبينوا له سبب عدم تحصيله أو سبب رسوبه، ولازم يصير في نقاش، وإذا كان مستهتر هذا الطالب المفروض نحن نحسسه بالمسؤولية، إنه أنت هي مسؤوليتك، نحن هيئنا لك، نحن ما قصرنا معك، وإذا قصرنا معك خبرنا. فلازم يكون في نوع من الشفافية بين الأهل والطالب لحتى يبين إنه هالطالب يلي استهتر لازم كمان يحس بالمسؤولية. بيجي أحيانا أحد من الأهالي بيقول له إنه أنا مثلا المبلغ اللي حطيته عليك بهي السنة
لحتى تحصل أو تدرس وما وصلنا لنتيجة معينة كنت ممكن تأخذه أنت وتشتري فيه شيء لمقتنياتك الشخصية. فموضوع أنه نحسس الطالب بالمسؤولية موضوع ضروري. فحسب طبيعة الطالب نحن منتعامل. في أهالي كتير مهتمين وطلاب متجاوبين مع هذا الاهتمام، وفي أهالي كتير مهتمين وطلاب غير مبالين، وبالعكس في أهالي غير مهتمين بالمرة وطلاب مهتمين وممكن يعطوا نتائج بارعة. فهون حسب الحالة ممكن نحن نتعامل، ممكن يصير انتراكشن تفاعل بين الأهل والطالب. طيب دكتورة، اليوم يعني نحن خلينا نقول أسابيع يمكن تفصلنا عن التكميلي، واليوم يعني ردات الفعل لنا كانت عنيفة من بعض الأهالي. اليوم الطالب يمكن خلينا نقول في ضغط نفسي عنده، ولكن ما نوع عم يظهره للأهل، وأيضا الأهل مضغوطين. نرجع نحن دائما نقول يعني حقهم، يعني من حنيتهم من دافع الأمومة. مثلا اليوم الأم عم تقسى على ابنها، ولكن نحن هلا في فترة حساسة. إذا هيك من خلال رؤيتك ومجالك من نحط خطة للتكميلية ما بين الأهل والطالب. طبعا مثل ما ذكرتي حضرتك الحنية، موضوع الحنية أنا كثير بشدد عليه، أنه بالأخير حتى لو كنت قاسي على ابنك رجع حسسه بالحنية والحب، لأنه هذا الشيء اللي بيرجعه، وهذا لقدام هو لما كمان بده يربي أجيال بيتذكرك أنت كيف تعاملت معه، وممكن يعرف هو كيف يتعامل ويكون ناضج ليبني أسرة للمستقبل. فالحنية والحسم، الحنية والحسم هنن وجهان لعملة واحدة، وهنن يلي بيحاولوا يوجهوا الطالب لمسار صحيح. نجي على التكميلية. بفرض انه طالب عنده تكميلية، ما بيجي بيهدم بيردم كل شيء درسه وبيعتبر انه التكميلية هي فترة جديدة. لا، التكميلية هي نقطة اكمال لمرحلة بناء بالسابق. انت بتنظر للماضي، انت على شو ركزت، على شو ما ركزت، شو سبب انت بهالمادة ما جبت مجموع عالي او ما جبت درجة انت تحس حالك تستحقها. السبب مثلا تقصير بشابتر معين، بمقطع معين بالكتاب، فبالتالي انت بتروح على الشيء يلي انت مقصر فيه وبترممه. ما بتحس حالك انه انت ما عملت شيء بالسابق او هذا الشيء اللي عملته كله غلط، ولكن لازم ننظر للتكميليه انه هي نقطه اكمال لحتى نبني حجره ورا حجره لحتى نوصل لدرجه مرضيه سواء للاهل والطالب، وخصوصي انه هي فعلا فتره تحدي. يعني بيكون الواحد حاسس حاله انه هي فرصه اخيره وهي في نوع من المبارزة. ومثل ما حكيت بيكون في حالات تانية بيكون المجتمع ناطر هذا الطالب شو بده يجي، بيكون الأهل ناطرين. ما نستخف بالمشاعر والصراع اللي عم بيعيش فيه الطالب بهي الفترة، خصوصا انه هي فرصة أخيرة بالنسبة له. تمام. طيب خلينا نحكي بالنسبة للطلاب يلي رسبوا بأكثر من مادة أو هنون اليوم انسحبوا من الامتحانات لحتى يعيدوا السنة الجاية، شو في خطة اليوم دراسية ناجحة لهم، بعيدا يمكن كل البعد عن اليأس والإحباط، وبعيدا كمان عن النظرة السلبية من المجتمع عن هذا الموضوع؟ أول شغلة لازم يتعامل فيها هذا الطالب اللي رسب إنه نقول له لكل جواد كبوة. لابد من كبوات الحياة. طبعا الرسوب صعب، خصوصي برجع بقول لما بيكون في حالات تانية قريبة هنيك نجاح وهون رسوب، فهذا الشيء كتير بيسبب له صراع داخلي للطالب، بيسبب له نوع من الأهل القهر. فبالتالي موضوع الرسوب نتعامل معه بحساسية شديدة. أول شغلة لازم نبحث عن سبب الرسوب. الأهل لازم يكون عندهم معرفة أو تحليل لسبب الرسوب، يروحوا على السبب ويعالجوا السبب. ولازم نشجع الطالب انه يستعد بثقة بالنفس. يعني ما لازم تكون هاي الفترة يلي هو عم بيهيئ حاله الطالب لسنة جديدة هو فقد ثقته بنفسه، هو تحطم من جواته، هو تعرض للإهانة، هو تعرض للمقارنات مع حدا آخر ناجح. صحيح. هاي النقاط هي يلي بتهدم السنة الثانية للطالب كمان. فأهم شغلة البحث عن السبب ومعالجة السبب والاستعداد بثقة بالنفس للعام القادم ولكل جوائز كبوة. أكيد. دكتورة روبا، اليوم يعني بالإضافة للأسباب اللي ذكرتيها حضرتك، كمان إحنا ما فينا ننسى أنه اليوم هذا عمر مراهقة. يعني اليوم عنا خربطة بأفكارنا، خربطة بالهرمون. يعني الشخص المراهق معروف كيف ممكن يكون تفكيره، ممكن يكون خارج سرب الدراسة حتى. يعني قد اليوم مفروض من الأهل أنه ينتبهوا لهي النقطة، يعني يجاوروا الطفل أو الشخص، خلينا نقول يعني يتعاملوا معه كأصدقاء، وكتير يهتموا بتفاصيله جدا صغيرة.
ممكن يكون حساس كثير بهي الفتره. طبعا طبعا المراهق مو بايده، لما هو عباره عن تغير اجتماعي، تغير هرموني، انطلاق لمرحله جديده، حتى ممكن يرافقه نوع من القلق، انا كيف بدي واجه المجتمع بحله جديده. فبالتالي هي الصراعات تصير عند بالمكنونات الداخليه للطالب، هي لازم الاهل ينتبهوا عليها ويسيطروا عليها بنوع من بعيد، يعني مو كثير انه كمان نحسسهم نحن قراب على كل خطوه، على كل غلطه بدنا نعلق، على كل شيء ما نو ضمن المسار المستقيم انت مخطئ، لا ابدا. فالخطا هي من سمه البني ادم، واذا ما اخطا فهو ما عم يتعلم بالاخير. فالاحتواء هو رقم واحد. نرجع نقول الحب والاحتواء والحسم ثلاثتهم هي نقاط مشتركه، ومحظوظ الاب او الام يلي بيمتلكوا القدره على انه يعاملوا ابنهم بهدول النقاط الثلاثه، وخصوصي وقت المراهقه هي وقت التغيير الهرموني، وقت الخطا للطالب، وما يخلوه يحس انه هذا الخطا خلص دمر له حياته. الانسان اذا ما اخطا هو ما بالاخير ما هو كتله تناقضات، فبدهم يعتبروا الاهل انه الخطا من ابنهم هذا الشيء طبيعي، ولكن تقويم الخطا عن طريق الحوار والمناقشه هو الاساس، مع استخدام الكثير من الحب والحنيه. اليوم يمكن في كثير من الطلاب فشلوا اليوم ببعض المواد، يمكن ما ركزوا كثير بالمواد نتيجه يمكن عدم اداره الوقت وتنظيمه اليوم بالدراسه، والتركيز يمكن على الشغلات الاساسيه خلال هي الفتره. اليوم خلال فتره التكميليه قد ايه مهم اليوم احنا ننظم وقتنا؟ وقتنا اليوم كثير قليل لازم نستغله بشكل كثير مناسب، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. الحلو بالتكميليه انه هن المادتين او ثلاثه، يعني هو بحس حاله الطالب ما نو كثير مضغوط بمنهاج كامل. هي الشغله الايجابيه بالتكميليه، فبالتالي هو قادر اصلا على الاحتواء وعنده فكره عن المنهاج، فهي ما لنا ضغط بالاخير. بس نحن لما بيصير في اداره الوقت ووضع برنامج، عدم اضاعه الوقت باشياء ممكن تشتت له ذهنه، يعني مثلا عم يدرس الموبايل ما بيصير يكون حتى جنبه، المفروض يكون بغرفه ثانيه تماما. ممارسه الرياضه، الاستمتاع بالهواء الطلق، حتى قراءة الدراما، أو الواحد يتفرج معلش على التلفزيون ولو ساعة باليوم، مشاركة الأهل بالأوقات، ما يخلي حاله دائما تحت ستريس. ولكن تنظيم الوقت، النظام الغذائي الكويس، لازم مثلا بهذا الوقت ضروري أنه يركز على نوع من الأغذية يكون فيها قيمة وفائدة عالية للتركيز، ممكن أنه تحسن له نتيجته. حتى النوم ما بيصير أنه مثلا يوم ينام بكير ويوم ينام متأخر، لازم يكون regular time، أنه بوقت منظم ينام بنفس الوقت ويفيق بنفس الوقت، لحتى يقدر يساعد حاله على إدارة الوقت والتنظيم والحصول على نتائج أفضل. أكيد دكتورة، هذا التنظيم دائما نحن بنقول بحاجة لمحيط داعم. خلينا نروح للبيت وعلاقة الأهل مع بعض اليوم، قديش بتأثر على الطالب وقت اللي بيكون أنا جو البيت عندي صافي، قادرة وفر الراحة والوقت المناسب لهذا الطالب؟ والعكس صحيح، يعني بيت فيه مشاكل، فيه صراعات، خلينا نقول قد ما كان الطالب اليوم شاطر وعنده طاقات وإمكانيات، قديش بيأثر سلبا عليه؟ طبعا هو ما في بيت الا وفي مشاحنات، ما في بيت الا وفي مشاكل، كل البيوت اصلا البيت اللي ما في مشاكل هو بيت ما له طبيعي. ولكن اداره المشكله دائما هي اللي بتخلي الطالب يركز، يعني صارت مشكله معينه، حل المشكله بالاخير وفتح صفحه جديده هو اللي بيخلي الطالب انه خلص تجاوز المشكله. موضوع التجاوز السريع لاي مشكله بتصير بالبيت هو الحل لحتى تستمر الاجواء الدافئه بالعائله. الطالب دائما لما بحس انه المشكله صارت وما تسكرت القصه وما فتح صفحه جديده، بضل عم بفكر كيف الصوره بشكل عام، كيف المشاحنات صارت، مين يلي بلش بالغضب، كيف الثوره بالبيت صارت. فهذا الشيء كلياته بينطبع بذهنه للطالب وبفكر فيه وهو عم يدرس. ولكن لما بتصير المشكله مهما تكون صغيره او كبيره، بيجي رب العائله الحكيم الموجود بهذه العائله، بسكر المشكله، بحلها وبيفتح صفحه جديده، خلص
خلص بحسسه بالأمان للطالب وبيقدر الطالب يتجاوز هالمحنة بسرعة لحتى يتابع حتى لو تأجيل للمشكلة حتى لو تأجيل المشكلة لأنه إذا البيت ما في مشاكل هذا البيت ما له طبيعي. طبعا مشاكل صغيرة مع أنه يشركوا الإشراك الطالب يعني ضمن المشاكل والحلول أو اليوم لا لازم يعني نبعد فيه على مسافة أكبر. لما بنقول ما بدنا نشركه وكأنه عم نستخف بعقله للطالب، هو الطالب ذكي جدا وخصوصي بفترة المراهقة عنده قدرة على الاستيعاب ويكون عم يتواصل مع رفقاته، بيكون أصلا بجوز هو شايف أجواء تانية ببيوت أخرى فهو أذكى من أنه نحن نخبي عنه، هو بيكون بيعرف أحيانا من علامة وجهة للأم بيعرف أنه أمه متوترة، من طريقة صباح الخير بيعرف أنه في مشكلة صايرة. فالطالب أذكى من أنه نحن نخبره أو ما نخبره، هو بيعرف لحاله، ولكن أهم هو نحن نعلمه أنه احتواء المشكلة لحتى يكمل لقدام ونحسسه أنه المشاكل موضوع طبيعي. يعني ممكن مثلا نستخدم ألفاظ إيجابية بدل ما نقول تخانقنا نقول تناقشنا، فما في داعي نحن أصلا نستخدم الألفاظ السلبية لحتى نوتره للطالب، ضروري نحن دائما نكون أخذين الموضوع بشكل إيجابي وباتجاه فتح صفحة جديدة. تمام دكتورة ربا، نحن عم نحكي عن النتائج لحتى نوصل للاختصاصات الجامعية اللي هي أكيد الهم الكبير اليوم للطلاب أو إن كان حتى أهاليهم. قد اليوم في نسبة من الأهالي بتلاقيهم بيزرعوا فكرة عند طلابهم إنه لازم تطلع دكتور، لازم تطلع مهندس، هي الاختصاصات نسيانين إنه اليوم إحنا بحاجة أكيد لاختصاصات تانية. يمكن هذا الشيء بيحمل ضغط كبير على الطلاب خلال هي الفترة، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. طبعاً هلأ معظم الأهالي وهذا حقهم، يعني لما بيشوفوا إنه الطبيب هو ما زال هو اللي وضعه مرتاح بالمجتمع برغم الأزمة، لما بيشوفوا إنه صارت موجة سفر لبرا والطبيب هو اللي لقى فرصة عمل، شيء طبيعي الأهل يوجهوا أولادهم، ولكن بشكل عام حلو نقول له للطالب إنه هو قادر إنه يلاقي فرصة، ولكن هذا مو يعني إنه اللي درس فروع تانية هو ما رح يلاقي فرصة إذا ما تفوق. بدنا نوجه له ذهنه للطالب إنه السعي لشيء أنت بيحقق لك رغباتك وميولك هو بيحقق لك نجاحك المستقبل. هذا الشيء موجود بالتاريخ، الطلاب يلي ما طلعوا أطباء في كتير منهم راحوا لمجالات حققوا فيها إبداع وحققوا فيها إنجازات كتير مهمة. فعمليا لازم نشجعه على السعي والاستمتاع أثناء السعي واستخلاص أكثر ما يمكن من قدراتك، هذا المهم. ما لازم نقول له أنت لازم تدخل طب وإذا ما طلع لك طب خلاص أنت ما عاد لك فائدة، لا، في كتير طلاب بيكونوا داخلين الفرع العلمي وبيكونوا كتير تعبانين على الرياضيات الفيزياء والكيمياء، بيكون دخل حقوق آخر شيء وأبدعوا بالحقوق. طيب كيف معناته الحقوق فرع أدبي، بالأخير بيقول يا ريتني ما دخلت من البداية علمي ولا عذبت حالي، بس بالأخير لما أنت بتحس حالك خلصت البكالوريا وميولك تتناسب مع دراسة الحقوق ليش لا، بالعكس الحقوق كتير له مجالات واسعة وممكن تبدع. الذكاء الصناعي هلأ كتير نستخدمه و30 سنة لقدام حيلتغي كل شيء، رح نعتمد على الذكاء الصناعي. طب ليش ما نوجه أولادنا على شيء نحن متنبئين للمستقبل اللي هو رح يسيطر على المجتمع؟ بالتالي هي ما فينا ننكر إنه الأطباء ماشية أمورهم لهلأ كتير منيح، وهذا الشيء ممكن نناقشه فيه للابن، بس هذا مو يعني إنه الإبداع بمجالات أخرى ما ممكن توصلك للهدف يلي أنت بتحبه أو المتعة يلي أنت رايدة. النقطة الثانية بدي وضحها، لما بيقولوا بالأذان حي على الفلاح، شو يعني الفلاح؟ الفلاح هي الاستمتاع أثناء أداء الجهد، يعني أنت عم تدرس لا تحس حالك مضغوط وما تحس حالك أنه أوف أمتى يخلص هالكتاب وأيمتى بده يخلص الفحص، لا، حاول استمتع بالمعلومة اللي أنت عم تدرسها وحاول وظفها لحتى تستخدمها بحياتك اليومية لحتى ناخذ أكثر ما يمكن من الإنتاج منك. ما تفكر هلأ أنا بدي أدخل الفرع الفلاني، فكر أنا قدامي علم، هذا العلم بدي استمتع فيه لحتى أوصل لأعلى مستويات الإنجاز. دكتورة ربا، تجزئة لكلامك، استضفنا كثير ضيوف خلال صباحنا غير أطباء، ولكن كنا نستقبلهم بصفة أخرى، كوتش رياضة، عازف مثلا، كمان حتى بمجال التسويق يعني، ونسألهم اليوم أنه أنتم اختصاص أطباء أسنان، أطباء أي فرع ثاني، ولكن اليوم أنتم معنا بصفة أخرى، يقولون هذا كان شغفنا ولكن كان الدراسة هي إرضاء للأهل يعني. أكيد. فاليوم أكيد. الطالب حتى لو عم يرضي أهلي عم بيروح فيما بعد لحتى يحقق هذا الإبداع.
يلي عنده. ذكرتي نقطة اليوم إنه طالب ممكن اليوم يشعر إنه بعد هذا الفحص في تكملة هي النهاية لإله، ولكن إحنا كيف قادرين نقنعه؟ بالعكس هي فرصة. إحنا من زمان كانت البكالوريا حلم للطالب، ووقت اللي كان يعني يكون الرسوب خلص على مادتين بده يعيد السنة كاملة. بالعكس اليوم في فرصة جدا مهمة للطلاب لحتى يرتاحوا سنة كاملة بمادتين. تماما. هلا مثل ما حكيتي النقطة والكلمة الحلوة اللي حكيتيها موضوع الشغف. ألبرت أينشتاين بيقول if you love your work you are not working anymore. إذا أنت حبيت شغلك أنت مانك عم تشتغل. دائما محبة الشغل بتخلي الحس الواحد عم يستمتع، هو مانو عم يشتغل، هو مانو عم بيعاني لأنه هو بيحب الشغل اللي عم يشتغله. موضوع الشغف كتير مهم. نرجع للنقطة التكميلية اللي حضرتك حكيتي عنها. أنا بتذكر على دورنا كنا أحيانا نعيد السنة كلها كرمال علامة. صحيح. أنا بتذكر حالي من أصدقائي كرمال علامة عادت البكالوريا تاخذ الفرع اللي بدها اياه. ناس كثير. بالتالي التكميلية خفف الضغوط مثل ما قلت هلا، هي مادة أو مادتين، يعني هو أصلا ما رح يعاني بمنهاج كامل، ما رح يرجع يعيد مادة الثقافة القومية واللغة العربية، هو رح يعيد مادة أو مادتين. فتخيلوا قديش وهو أصلا عنده فكرة، تخيلوا قديش عنده قدرة على التركيز وعنده قدرة على التجاوز وتحصيل النتيجة اللي بده إياها بأعلى ما يمكن، لأنه هو عنده وقت قصير وبجهد أقل. تمام. يعني هي إعادة. أكيد. بالختام الدكتورة ربا خطور أخصائية في طرق التعليم وتطوير المنهاج، بدنا نشكرك ونشكر وجودك معنا لليوم، وأكيد بالتوفيق ونجاح لكل الطلاب. بالتوفيق ونجاح لكل الطلاب، نتمنى اللي ما حالفهم الحظ إنه بمزيد من التركيز والاستمتاع أثناء الدراسة ويوصلوا النتائج بالدنيا إن شاء الله. شكرا. ألف مبروك للناجحين. شكرا دكتورة لحضورك، وإن شاء الله بنلتقي هيك بنتائج حلوة. شكرا. أهلا وسهلا. نحن مكملين بمساحاتنا الصباحية لليوم، وحنروح لنضوي على الأشياء الجميلة والمشاريع المتوسطة والصغيرة اللي خلقت خلال السنوات الماضية وكانت باب رزق لأصحابها ولناس كتير. اليوم الحرف السورية التقليدية موجودة بالسوق وببسمة سورية جدا جميلة، واليوم معنا مشروع هيك حلو كتير. صحيح رشا، اليوم يمكن المشاريع الصغيرة، اليوم مشاريع الهاند ميد هي بحاجة كتير كبيرة لدعم وتسليط الضوء لتنعرف أكثر. مشاهدينا مشروع اليوم عن صناعة الريزن بأشكال وقوالب مميزة، مشروع كتير حلو رح نتعرف عليه وعلى طريقة صنعه مع ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو هديل الفراس. يسعد صباحك. صباحكم كل أوقاتكم، صباح كل المشاهدين. صباح الخير هديل، وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم هيك مشروع مميز، خلينا نقول ما كتير نحن طارحينه خلال صباحنا غير لليوم، خلينا نحكي عن هذا المشروع الجميل. طبعا أنا بشتغل إخصائي بالهلال الأحمر، فنحن كل فترة بنعمل دورات تدريبية لأشخاص لفئة معينة. فكان من بين هدول الدورات إنه دورة تدريبية عن مادة الريزن. فأنا شو كان الريزن هيك ما كنت أعرف أبدا، ما بنعرف ولا عندي أي فكرة عنه. تمام. عن جد أنا أبدا ما كنت أعرفه ولا سمعاني عنه، فشفتهم أنه هو كان جايبين مدربة عم بتعلموا بتدربوا هيك، فمن هاي إجتني الفكرة وحبيت هذا الشيء. طيب شو هو الريزن يعني؟ مادة الريزن هي عبارة عن مادة كيميائية من مادتين هندية سائلة شفافة A و B. الـ A هو الريزن والـ B هو المصلب، فهن عن طريق التفاعل بنخلطهم مع بعض بيتفاعلوا، بنحطهم بقوالب سيليكون وهيك شيء انه بعدين بصنع القطع. طيب قبل ما نستعرض القطع يلي مشتغلتي هون، خلينا نحكي امتى بديتي بمشروعك، دقلو المشروع شو شيء جديد يلي اليوم اضفتيه للمشروع وكيف تعلمتي اكيد اصول هي المهنة؟ ايه تمام. هلا انا من فتره كم شهر يعني قليله هيك خطرت على بالي هي الفكره، فحبيتها، حبيت انه اعمل شيء بصنعه انه مثل هدول شايفتيهم صمديات، شغلات خاصه للشخص واحد، يعني القطعه هي اللي بتشتغليها لشخص واحد معين بالديزاين اللي بحبه، باللون، بالتصميم يلي هو بده اياه. طيب خدير، خلينا هيك نستعرض معك ونعرف اكثر عن، خلينا نوضح اكثر الفكره. تمام. اليوم حكيتي انه نحن مادتين A و B بتفاعلوا، هل نحن اليوم عم نقصد الشكل الخارجي ما دخل الكتابة، إنه نحن بتشكل عنا هذا المجسم؟ تمام. هذا هو الريزين. هذا هو قطعة من الريزين، يعني مثل يعني هي بين البلاستيك بين البلور بتحسيها. تمام. ما أنت قادر اليوم تحددي شو نوع هو نفس ما حكيتي إنه هي مثل النايلون على صلابة البلور ضد الكسر.
طيب اليوم هي الجمالية وهدول الديزاين. أوكي اليوم حلو. كيف نحن بلشنا بكتابة هدول الكلمات؟ كيف نحن دخلنا هذا الديزاين الذهبي داخل المجسم؟ هو مثل ما قلت لك أنا المادتين هدول السائل الشفافة بالأول يعني بدها دقة كتير وبدها تركيز لأنه على غرامات، يعني إذا ضفت غرام قصدي هيك أحيانا بتخرب القطعة وممكن ما بتتصلب، فأنا بخلطهم بعيارات معينة، في عندي قوالب سيليكون بضيف عليها، في عندي ألوان اللون اللي بدي إياه ديزاين بصبها مثلا هي على مراحل مثلا شيء طبقتين. طب خلينا مرحلة مرحلة، نحن بنجيب المادتين قبل ما تسكبيها بقلب القوالب، شو المرحلة اللي قبلها يعني أنت خلينا نقول الطبخة لهذا المجسم؟ تمام، بأمن أنا بالأول المواد هو المادتين هدول الشفافين، ميزان بدي البس كمامة. ليه؟ لأنه هي مواد كيماوية يعني ممكن بتأثر وبتضر للصحة، بدي البس كفوف وجهز المواد، هي عبارة انه ميزان وهدول المواد، كاس نايلون مثلا عود خشب هو منشان بحرك هدول المواد، فأنا على طريق الميزان كل مادة ونوع من الريزن هو له عيارات معينة. تمام، وهون كمان عم نشوف لجانب هدول القطع اللي مشتغلتيهم في بورتوكلي كمان نحكي عنهم عن طريقة صنعهم الأدوات اللي مستخدمتيها اليوم فيهم. أي هو أنا بجيب القوالب بقياسات معينة بأشكال معينة هيك وبصنعهم مثلا. قد ايه بتاخد معك وقت؟ هلأ القطعة تقريبا بتاخد لمدة 5 أيام لأسبوع. عم شوف حتى في صور بقلبهم، ليش ماك حاطي تعليق على حرف اسمي يعني أنا؟ هي إنه في أنا أول ما بدأت بصراحة بحرف يعني كانت الفكرة بحرف صغير فنجحت معي. يمكن هذا هو الحرف اللي ما له تعليق. طيب هدي لأنك بس عم استفسر منك على طريقة مراحل المجسم، يعني احنا بعد ما قلتي لي بنعير بالميزان وبده يكون بجرعات خلينا نقول او مقدار متساوي بروح للتحريك فورا، احنا بنروح لسكبهم بقوالب؟ لا بنطر، هي في عندي قوالب سيليكون انا بعد ما بحرك مثلا هي الخلطة اللي بدي صبها بضيف اللون اللي بدي اياه، في مثلا هذا ورق ذهب ورق فضة هذا اللي بيجي على لون الشفاف البلور، بعد هيك دقيقتين بريح المادة بصبها بالقالب السيليكون بنطرها مثلا شي يومين هيك بتتصلب القطعة الأولى. على المرحلة الثانية بضيف الصورة الأحجار الورود الكتابة الشيء اللي بدي إياه وبعدها برجع بصب طبقة بسكر فيها القطعة، يعني تقريبا القطعة بتاخد بين 5 أيام لأسبوع. يعني ريزن اليوم يمكن رشة من الفنون اليدوية الغريبة واللي كثير من الأشخاص يمكن اليوم بيجهلوا هي المعلومات، ولكن يمكن بشكل عام مطلوبة هي القطع، احكي لنا اليوم قد ايه عم تكون مطلوبة هيدي القطع، قد ايه بدك وقت لحتى تنجزيها، شو أكثر شيء اليوم بتلاقي الناس هي بترغب له؟ ايه تمام، هلا مثل ما تشوفي انه هي الشغلة الحلوة انه هي القطعة لشخص واحد مو شخص ثاني، هي باللون اللي بحبه بالديزاين بالشكل لأي مناسب هو يكون بده اياها، فكتير صارت مطلوبة انه خلص انا هاي القطعة هي الي لوحدي انا مو لحدا تاني، بصورتي باسمي بالشكل بالعبارة بالكتابة يلي بدي اياها، خاصة هلأ مناسبات الزواج التخرج الولادة كله انه صارت هاي القطعة بتحتفظ فيها طول العمر. بدنا نصبح الدكتور محمد كونه اليوم ما هو بتواجد بالاسم معنا. طيب هديلي اليوم تسويقيا، يعني اليوم نحن بلشنا هذا المشروع واليوم عم تشتغلي، يعني شفنا كذا مجسم باسماء ناس، يعني هذا يعني انه انت اليوم بلشتي تنطلقي، خلينا نروح للتسويق، هل اليوم عم تكتفي فقط بالسوشيال ميديا وصفحه على كان انستا او الفيس؟ تمام، هلا انا بالبدايه وقت جربت انه بالحرف كانت هديتهم لاخواتي لرفقاتي لقرايبي حبوا هي الفكره، فكان الدعم هو معنوي اكثر انه شيء حلو برافو انه استمري بهذا الشيء، على هذا الاساس انا هون عملت صفحه على الفيس صرت بعرض عليها الصور، يعني القطع اللي بشتغلها انا بعرضها وبنزلها، فهيك العالم بلش وعلى هذا الاساس صار في عندي تسويق انه انا. تمام، يعني اليوم اي حدا عنده مشروع صغير مبلش فيه او له فتره منيحه بتلاقيه بشارك على طول ببازارات بتفيده اكيد لبعدين، شاركتي اليوم خلال مسيره شغلك ببازارات معينه شافوا الناس يمكن واقع شغلك اليوم كيف عم يكون موجود؟ لا بصراحة أنا لسه ما صارت لي هي الفرصة، أنا بس أكيد بتتمنى. إن شاء الله أكيد بتمنى وبطمح أكثر وأكثر وبكبر مشروعي أكثر وأكثر. ما بتحاولي اليوم هديل تتواصلي اليوم، يعني دائما نحن مستضيف سيدات هنن بينظموا بازارات وبازارات شهرية حتى، يعني يمكن اليوم هي فرصة لإلك لحتى تعرضي هذا المنتج وتستفيدي من منتجات أخرى يعني.
ما بتحب تفكري انك بلا ان شاء الله. اكيد كل انسان يعني بحب انه هو يطمح للاكثر وللاحسن وبحقق احلامه. ان شاء الله يا رب انه بالفترات الجايه في شغلات احلى وامور اكثر. طيب اليوم انت اكيد بحاجه لدعم خلال مشروعك، خبرينا اكثر مين هو دعمك خلال هذا المشروع، او انت شو بتحتاجي اليوم، مواد معينه او شيء، خبرينا اكثر. تمام. هلا الدعم اللي اخذته انا هو الدعم الايجابي من الاشخاص الايجابيين، هي عائلتي، اهلي، رفقاتي. انه الكلام الحلو هذا هو اللي بخليكي انه انت بتنبسطي اكثر وبتحبي هذا الشيء وبتتفنني وبتبدعي بالقطعه اكثر واكثر. حتى مثلا الاشخاص وقت انه بسلمهم قطعه انه عن جد كثير حلو، طلعت اكثر ما نحن تصورنا، وانه هذا الكلام هو كثير ايجابي، يعطيني الطاقه وانا بتفنن وابدع اكثر بالقطعه. هن بيعطيك اليوم الموديل حابينه، يعني في ديزاين معين، او ممكن انت اليوم تقترحي على الصبي او الشاب انه شو رايك اعمل لك هيك او اقدم لك هاي القطعه بهي الطريقه يعني؟ تمام. هن مثلا بيتواصلوا معي عبر الماسنجر انه مرحبا مثلا عندنا هيك مناسبه، شو حابين نعمل هيك. ممكن هن احيانا بيختاروا القياس او الموديل، بيعطوني العباره، واكثر احيانا انه هن يقولوا لا انه نحن بنحب رايك واكيد انه انت اللي تعطينا الشيء الاحلى. بتعطيهم خيارات هدي اليوم؟ انا بعطيهم انه هيك الخيارات، وبالنهايه يعني انا وقت بتطلع القطعه وبتجهز بتطلع احلى بكثير ما انه كنت بتصور. شو هي؟ غريبة كثير. تمام. بتحكينا أكثر عنا؟ هي إنه قطعة ممكن إنه أنت تحتفظي لأشخاص غاليين عليكي، ممكن مسافرين، ممكن ما عادوا موجودين بالحياة. أي شيء بسيط. مثلا في أشخاص كثير بتواصلوا معي مثلا مسبحة أبوهم متوفي أو هيك شيء، أنت بس تحطيها بهي المادة تتصلب عليهم تحافظي عليهم من الضياع وتضل معك طول العمر. شو عم شوف الليرة السورية؟ أيه مش عم شوف الحجر. هاي شو؟ هيك هي عطر. اليوم عم تاخذي شغلات قديمه هدي اليوم تحتفظي فيها، بس الفكره كثير حلوه انه يعني. ليره هي ما عاد موجوده بالحياه. ليره كنا كانت تعمل الليره. وهيك انه اكثر كمان السيدات مثلا سواره البيبي وقت الولاده او اشياء الخاصه بالبيبي، سوفنيرات اموره بيعطون اياها مشان بيحتفظ فيها للبيبي طول العمر، تضل معه يعني هو قد ما كبر تضل اشياء الصغيره محافظين عليها. طيب هدي لي اليوم هي القطع، كيف بنقدر نحافظ عليها اليوم؟ ممكن اي شيء ياثر عليها على صلاحي؟ تخبرينا اكثر عن هي الفكره. لا القطعه خلص انه هي مجرد هي ما تصلبت وجهزت، هي صارت مثلها مثل اي صمديه محطوطه بالبيت، ضد الكسر، ضد العوامل الخارجيه. هلا وقت كنت بشتغل فيها بتاثر معي الحراره والبروده، بتعمل تفاعل وبتعمل انه ممكن ما بتنجح القطعه، بس لا بعد ما بتتصلب وبتزبط هي خلص انه هي صمديه طول العمر محمية من اي عوامل خارجية، من الكسر ومن كل شيء. طيب هديل اليوم دائما الاصحاب اللي عندهم، الاشخاص اللي عندهم مشاريع متوسطة وصغيرة وعم يشتغلوا ضمن امكانياتهم، بيعانوا من سعر المواد الاولية، ودائما بيقولوا لنا انه نحن بنتمنى ننزل القطعة بسعر اقل، ولكن نحن اليوم ما لنا قادرين لانه نحن اليوم عم نجيب المواد الاولية كثير غالية. هل اليوم عندك نفس المعاناة، او اليوم خلينا نقول انه لا اقل؟ أكيد هو بداية كل مشروع، وأي إنسان بده يبدأ بشغلة بده يواجه صعوبات. أنا كتير واجهت صعوبات من ناحية التأمين السيليكون، أحياناً مادة هي المادة الريزن إنه هي بتنفقد من السوق. عم واجه حالياً كتير أمور من ناحية الطباعة، مثلاً بتراسل مع المطبعة قال لي ما في كهرباء، فمرت معي كم حالة إنه أنا بتأخر على الطلب لأنه ما يكون في كهرباء. تمام. هديل بما إنه عم نحكي عن موضوع الصعوبات، اليوم يمكن كتير من الصبايا أو السيدات بيفتحوا مشاريع صغيرة خاصة فيهم، إن كانت بالإكسسوارات أو إن كانت بالطبخ أو بأي مجال هن اليوم بيبدعوا فيه. أما بالنسبة لمجال الريزن، كيف عم تلاقي اليوم إقبال الصبايا أو السيدات بهي المهنة؟ عم تشوفي في اليوم اهتمام فيها، أم هي فعلا صعبة وبحاجة لأدوات أو ملكات معينة؟ هي يعني بصراحة عم أقول لك تأمين المواد وخاصة بهالظروف يعني إنه كتير عم بلاقي صعوبة يعني، بس نحن فينا بنبدع أي شيء فيها السيدة، ممكن مثل ما قلتي بالطبخ، بالخياطة، بالنسج، يعني كل إنسان في تحته جواته موهبة فهو لازم بنميها. فعم قل لك انه خاصه الصبايا عم يحبوا اكثر شيء بخطوبه وزواج وهيك شيء، بيحتفظوا بهيك الصور. طيب هدي اليوم مثل ما انت دربتي على ايد حدا، يعني اليوم تمكنتي، اليوم فيك تقولي عن حالك انه انت متمكنه بدون اخطاء؟ الحمد لله انه انا تعلمت، صار عندي الاساسيات، بس عرفت الاساسيات وتامنت معي المواد. ان شاء الله بالمرات الجايه كذا حدا تواصلوا معي مشان اعمل دورات.
بتجربي اليوم انت تكوني الكوتش يعني بهذا المجال، يعني تدربي اليوم صبايا او شباب ليكونوا مشروع خاص لهم؟ ان شاء الله، يعني حتى ببالي هذا الشيء. حدا بالبيت يعني امك اختك حدا ما بيقول لك ما بي عندهم فضول انه يشتغلوا هي الشغله؟ في مثلا هلا في جاراتي عم بيساعدوني انه حابين انه هن معلمهم شوي شوي، بس بيجوا لعندي بيشوفوني شو عم اشتغل بعلمهم، فحابين انه هدول من البدايه رح بيبدوا معي. رفقاتي كمان نفس الفكره، والاشخاص يلي عم يتواصلوا معي عم يحكوني مشان انه بعمل لهم دورات وهيك. طيب ان شاء الله ما بقصر مع اي حدا بيحتاج اي معلومه. يا رب اكيد كل التوفيق لك هديل. خبرينا عن اول قطعه اشتغلتيها اليوم بمشروعك، دائما كل شيء هيك بدايه يمكن بياثر بالشخص، خبرينا كيف كانت القطعه، هل هي كانت نالت رضاك او رضا الناس كمان واذواقهم؟ خبرينا عن هي الموضوع. انا بالبدايه جبت اله بالحروف وما كان في معي ميزان، فقد جبت هاي على السترينج بعيارات السترينج خلطتهم مع بعض وتفاعلوا ونجح الحمد لله. يعني اول قطعه هو كانت عندي هي حرف من هدول الحروف، ووقت زبط حبيت انه انا خلص بكمل بهذا الشيء. طيب هديل، طالما نحن عم نقول اليوم السوشيال ميديا هي باب للتسويق يعني ودائما هو مجاله كثير كبير، مرآة يعني انت قادره بسيرك بحث جدا بسيط تعرفي اليوم شو في موديلات بهذا المجال، يعني اليوم ما بتخافي اليوم توقع انت بموضوع التكرار او التقليد لناس ثانيه عم يشتغلوا بنفس المجال؟ شو بتعملي اليوم ليكون لك بصمه خاصه لإلك؟ هلا انا كل قطعه، يعني القطعة أنا بصنعها بحب وبشغف، وكل قطعة تكون مميزة عن الثانية، فولا مرة إنه مثلا أنا عملت قطعة بتشبه الثانية، لو بحركة صغيرة بشيء ثاني مرة عن مرة إنه أنا ببدع بأكثر بتطلع القطعة أحلى وأكثر، وكل قطعة عن جد إنه بتاخذ من وقتي بحب وشغف، وهي هي إنه صنعتها أنا. هذا هو أحلى شيء. أكيد بالختام كنتي معنا هديل الفراس، اهلا وسهلا فيكي، واكيد نتمنى لك كل التوفيق والنجاح بمشروعك. اهلا فيكم، شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا هديل، موفقه بهذا المشروع الجميل، ان شاء الله هيك بنشوفك مشاركه ببازارات ومعارض. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم، شكرا لكم. اهلا وسهلا. اما نحن مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، ورح ننتقل لثاني تقاريرنا لليوم من طرطوس، وتكريم عدد من الجرحى الابطال ممن حققوا قصص النجاح تقديرا لابداعهم. كرمت محافظه طرطوس 16 جريحا بطلا ممن حققوا قصص نجاح في مختلف مجالات الحياه، وذلك في المركز الثقافي بحضور الفعاليات الرسميه. تفاصيل اكثر مشاهدينا بالتقرير التالي. تقديرا لابداعهم كرمت محافظه طرطوس 16 جريحا بطلا ممن حققوا قصص نجاح في مختلف مجالات الحياة، وذلك في المركز الثقافي بحضور الفعاليات الرسمية. الجرحى يلي هنن تميزوا بمختلف المجالات، سواء بالمجال التعليمي يلي هنن الاوائل على جامعاتهم، او بالمجال الاقتصادي يلي هنن تميزوا بمشاريعهم الانتاجيه، او يلي عندهم هنن افكار ابداعيه او اختراع معين. فهنن مجموعه جرحى نجحوا بمختلف المجالات، حبينا نضوي عليهم لحتى هنن يكونوا قدوه حافز لزملائهم الجرحى الباقيين. فقرات موسيقيه منوعه قدمها الجريح آصف سليمان وفرقته الموسيقية خلال الحفل، بالإضافة لإلقاء عدة كلمات تحدثت عن تضحيات الجرحى الأبطال وما حققوه من إنجازات. نحن بعد الإصابة فتنا على الجامعة وتحدينا هذا الوضع، والحمد لله رب العالمين كانت الأمور كويسة. نوصل الرسالة أنه نحن قادرين ومتمكنين، وإن شاء الله بتعمر هالبلد ونكون قد المسؤولية على كل الجبهة. هاي التكريم بيشجعنا وبيحفزنا، وبنشكر كل القائمين عليه. العطاء حلو وأحلى أنه حدا يقدره، بقى لهيك لفت كتير حلوة ومشكورين، شكرا كتير جميعا. بإصرار وعزيمة جرح الجيش الأبطال يتجاوزون إصاباتهم ليكونوا نموذجا للإرادة الصلبة والتحدي في مجالات عدة. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.
ورح نختم مشاهدينا مع فقرة طبية وتجميلية بتهم كل السيدات والصبايا يلي عم يتابعونا. اليوم تختلف الوجوه والملامح وبتتفاوت معايير الجمال من امرأة لأخرى ومن منطقة لغيرها، لكن علامات جمال المرأة الأساسية من الأمور يلي ما بيختلف عليها حدا، وبتضل البشرة الصافية الخالية من التجاعيد والحبوب هي يمكن حلم كل صبية. يا رشا، وصارت الشباب كمان أكيد. اليوم عم تواكب هاي الموجة التجميلية يا هايدي اليوم صحيح. لحتى وخاصة اليوم بتغير الفصول، اليوم الحالات النفسية كلها عم تأثر على موضوع البشرة اليوم. لحتى شو هي أهم طرق العناية بالبشرة؟ بشرة صافية خالية من التجاعيد، إيمت اليوم الإجراءات التجميلية بتكون ضرورة وحاجة للشخص؟ هدول المعلومات وغيرهم رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم، وهي الدكتورة غزل العتيق اختصاصية التجميل الغير جراحي. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور وأهلا فيكم بكل مشاهدين. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع البشرة اليوم، في عنا أنواع عديدة للبشرة، نحكي بشكل عام أول شيء كيف ممكن نحن اليوم نحافظ على صحة البشرة، إن كان يمكن من خلال تقنيات للحفاظ عليها إن كان جراحية أو حتى غير جراحية. تمام. هلأ المكون الأساسي لمرونة الجلد وإعطاء النضارة للبشرة هو مكون الكولاجين، فنحن بدنا نشتغل على كل الآليات اللي بتحفز الكولاجين. من أهم التقنيات اللي بتحفز الكولاجين هي تقنية المورفيوس، هي عبارة عن إبر دقيقة مع راديو فريكوينسي بتعمل عنا تحفيز كولاجين. أيضا عنا تقنية الديرمابن اللي هي من خلال ثقوب صغيرة في الوجه بيطلع عنا الدم، هذا الدم بيعمل رد فعل التهابي وبالتالي بيتم عنا تحفيز الكولاجين. أيضا عنا تقنية الهايفو اللي هي ترددات فوق صوتية عالية الكثافة بتتغلغل لطبقات الجلد وبتحفز الكولاجين. طيب دكتورة، هدول الإجراءات اللي عم تذكرتيهم حضرتك، إيمت اليوم الشخص بيكون بحاجة لإلهم؟ هل اليوم في عمر محدد؟ نحن بنشوف صبايا كثير عندهم تجاعيد البشرة، عندهم تعبانة، بس عم تنصحيها إنه اليوم شوفي أخصائية بتقول لك لا لسه بكير لسه قدامي عمر، يعني هل هاي الشيء صح؟ أوكي. هلا من المهم إنه نحن نهتم بالجمال لكن ضمن نطاق المنطق، وما يتحول هذا الموضوع لهوس عند الأنثى بحيث أنه هي تعمل إجراءات تجميلية متكررة غير ضرورية. الحالات الضرورية اللي نحن بنعمل فيها تجميل هي حالات التشوه الخلقي، حالات العيوب الناتجة ما بعد الحوادث، نحن هون بنحاول نتدخل لحتى نصلح أو نخفف الضرر الناتج قدر الإمكان. أيضا التجميل ضرورة كحالة بنسميها حالة وقائية مسبقة، يعني أنه أنا أتدخل بالوقت المناسب بحيث أنه أنا ما وصل لمرحلة صير أنا بحاجة إجراء أكبر أو إجراء أشد خطورة، مثل مثلا الفيلر، البوتوكس، إبر النضارة. يفضل نحن نعمله بمنتصف الثلاثينيات لحتى نكون ضمن نطاق أنه يضل وجهنا صحي وما نضطر بعد فترة معينة قصيرة أنه نحن نعمل شد وجه جراحي مثلا. بالنسبة للعمر بموضوع التجميل هو صراحة ما بيرتبط بعمر معين، لأنه نحن ممكن من الأشهر الأولى للإنسان نعمل إجراء تجميلي مثل الأطفال اللي بيكونوا مصابين بالشفة الأرنبية، وأحياناً في عمر بيحكمنا مثلاً مثل عملية الأنف ممنوع تنعمل قبل عمر 18 سنة، نحن بننطر لحتى يكمل النمو العظمي وبنعمل هذا الإجراء، فهو على حسب الحالة والاستطباب نحن بنختار على هذا الأساس. طيب خلينا نحكي عن البوتوكس كإجراء تجميلي جراحي اليوم، عن سلبيات وعن الإيجابيات، ويمكن بأي عمر نحن بنقدر نعمله، أو شو هي الحالات اللي بتستدعي فعلا اليوم أنه نحن نلجأ للبوتوكس؟ أوكي. بداية البوتوكس هو الاسم التجاري لمادة البوتولونيوم توكسين، التوكسين بمعنى السم، والبوتولونيوم هي البكتيريا اللي نحن بنستخلص منها مادة البوتوكس، أو ما يعرف باللغة العربية الذيفان الوشيقي اللي بيأثر على العضلات وبيمنع تقلصها. البوتوكس هو مناسب كعلاج نحن بنبدأ فيه من عمر
16 سنة فما فوق كعلاجي، أما كتجميلي نحن منفضل ما بعد عمر الثلاث يعني ما بعد عمر الثلاثين، كونه بهذا العمر الكولاجين بيقل وبيقل إفرازه بالجسم، وبالتالي بتظهر علينا علامات الشيخوخة والخطوط والتجاعيد. ولكن اليوم هو البوتوكس هو معنو يعني محفز للكولاجين، نحن عم نجمل، فتنا بموضوع التجميل، ولكن اليوم في اشخاص اليوم يعني طبيا غير ما في اليوم الدكتور يشتغل بوتوكس لإلهم، هل في حالات اليوم؟ هلا بدي احكي عن اليه البوتوكس، كونه ذكرتي موضوع تحفيز الكولاجين. اليه البوتوكس نحن العضله لحتى تقوم بوظيفتها في انزيم اسمه الاسيتيل كولين بينبه العضله وبالتالي بتتقلص. دور البوتوكس انه هو يمنع تحرر الاسيتيل كولين المشابك العصبيه الكولينرجيه، وبالتالي ما بتتنبه العصبه وما بتتقلص، فلا هو غير اليه عن موضوع تحفيز الكولاجين. اوكي، الأشخاص المؤهلين لهذا الإجراء هن الأشخاص المعافين صحياً، اللي ما عندهم أي أمراض مزمنة، اللي ما عندهم رد فعل تحسسي تجاه مكونات البوتوكس. طيب اليوم بعد حقن البوتوكس للمريضة، اليوم أكيد في تحذيرات، اليوم في ممنوعات، خبرينا أكثر عنهم يلي لازم تتقيد فيهم أكيد المريضة لحتى تأخذ نتيجة يمكن أسرع. أوكي، هلأ من المهم جدا التقيد بتعليمات البوتوكس تحديدا، لأنه نحن أي حركة غلط ممكن تؤدي أنه البوتوكس يتموضع بأماكن غير صحيحة وبيؤدي إلى كتير مشاكل. أولا أنه عدم ضغط وفرك المنطقة المحقونة لمدة 24 ساعة، لازم أيضا نحن نكون بوضع استقامة، يعني ما ننحني للأمام أول 6 ساعات، هذا الشيء كتير مهم، بالإضافة أنه يتم النوم على الظهر. ايضا بهمنا انه نحن نبعد عن جميع مصادر الحراره مثل الشمس، حمامات الساونا والبخار. بهمني كمان انه الصبيه ما تحط مستحضرات تجميل او علاج على البشره اول 24 ساعه. ايضا الادويه اللي بتتعارض او بتتداخل مع تاثير البوتوكس حصرا تحت استشارة طبية. وطبعا بيوم حقن البوتوكس ناخذ بريك، لانه ممنوع الجهد البدني مثل الرياضة مثلا. طيب دكتورة، بعد على الحقن خلينا نقول، هل اذا كان في بعض الاخطاء بغض النظر عن السبب، يعني كان من الطبيب او كان من عدم التزام المريض بالتوصيات الطبية، هل اليوم قابل للاصلاح؟ البوتوكس عموما هو اجراء مؤقت، هو بيبقى من 4 إلى 6 أشهر، أي خطأ حيكون صاير بيزول مع زوال البوتوكس، لكن في إجراءات معينة بسيطة نحن ممكن نعطيها للمريض لحتى تسرع من زوال البوتوكس، مثل الشاي الأخضر، الأنتي أوكسيدانت، البي كومبلكس، ممكن الكمادات الحارة نحن نحطها على المنطقة مع تدليك خفيف. بحالات تدلي الجفن نحن بنعمل زرق موضعي للكورتيزون. شو يعني؟ حقن موضعي للكورتيزون بالمناطق اللي صار فيها ضرر، مثلا مثل تدلي الجفن او وهن عضلي، المنطقه اللي تضررت نحن بنعمل فيها حقن كورتيزون موضعي. تمام. دكتوره غزال، رشا ببدايه الفقره ذكرت فكره انه الشباب اليوم عم تلجا فعلا كمان للبوتوكس، شو هي الحاجه او شو هي الاسباب اللي بتخلي اليوم الشاب فعلا يلجا لاجراء التجميل ان كان بوتوكس او غيره؟ اوكي، الاستطبابات التجميليه للرجل هي ما بتختلف عن الاستطبابات التجميليه للانثى، لانه نضاره وجمال البشره ما نحكر على النساء فقط، بالعكس هي مطلب للرجل وحقيقه اهم من الانثى، بما انه نمط حياه الرجل فيه جهد اكثر، بيتعرض لعوامل بتاثر سلبيا على بشرته، فهو مطالب بانه يهتم بشكل مضاعف، خاصة نحن بنعرف انه التعرض العالي للشمس بكسر جزيئات الكولاجين بالبشرة، وهذا الشيء بيؤدي لشيخوخة مبكرة، حتى مثلا بتشوف الرجال اكثر من النساء بيكون على عمر بكير بدأت تحفر الخطوط اللي عند المبسم او العبسة او الجبهة.
طيب دكتورة، اليوم عم نحكي إيجابيات نحن التجميل الغير جراحي، وحكينا على البوتوكس وإيجابياته، ولكن إذا رحنا لموضوع السلبيات، شو أهم سلبيات البوتوكس؟ وفي ناس بتتحسس منه، يعني بتعمله بتنهار بتلاقي إنه وجهها صار في نفخة كتير قوية أو أحمرار قوي. أحمرار، أوكي. هلا بالنسبة لموضوع الحساسية، نحن بنعمل اختبار حساسية ما قبل الحقن، بتم على ساعد المريض بكمية بسيطة جدا للراقب كيف جسمه رح يتجاوب مع هذا الموضوع. إذا صار في حساسية فنحن هون بنغير نوعية البوتوكس، بنتجه للبوتوكس الهيومن المصدر بشري، وبنختار البوتوكس النقي يعني فيه بس المادة الفعالة ما عليه أي إضافات لحتى نحن ما نفوت بموضوع الحساسية. أما بالنسبة للآثار السلبية للبوتوكس، نحن ممكن نشعر بعد الحقن بإحمرار وتورم المنطقة، هذا الموضوع بيزول خلال نصف إلى ساعة. أيضا ممكن نحن نشعر بالصداع، الإعياء، أعراض شبيهة بالإنفلونزا أول 24 ساعة، ممكن نشعر باضطرابات معوية، ممكن يصير معنا ازدواجية رؤية أو صعوبة بلع جفاف حلق، خاصة للأشخاص اللي بتحقن منطقة العنق. ممكن نحن نحس بوهن عضلي أو خدر بالمنطقة المحقونة. بس كل هاي الآثار السلبية هي مؤقتة، بتتراوح ما بين أيام لأسابيع وبعدها بتزول. طيب إذا بدنا نحكي عن التقنيات الغير الجراحية لتجديد البشرة غير البوتوكس والفيلر، إحنا بنحكي عن شيء اليوم غير جراحي. شو ممكن كتير من الصبايا أو السيدات ممكن تلجأ للكريمات معينة أو مستحضرات طبية تجميلية؟ خبرينا أكثر عن هاي الموضوع. أوكي، نحن بنرجع للفكرة الأساسية البيزك اللي هو الكولاجين، هذا الشق الأكبر من التقنيات اللي هي مفيدة أكثر شيء للبشرة. ذكرنا المورفيوس، الديرمابين، الهايفو. أيضا من أهم الإبر اللي نستخدمها لتجديد نضارة البشرة هي إبر النضارة أو الإبر الحاوية على هيالورونيك أسيد. طبعا بتكون حاوية على جزيئات وزن جزيئي خفيف، جزيئات وزن جزيئي ثقيل، بتتغلغل ضمن البشرة، بتعمل عملية نضارة وشد مثل إبرة البروفايلو مثلا، هي ذات الآلية تماما. أيضا الإبر اللي حاوية على البولي لاكتيك مثل إبر السكالبترا، أو الإبر اللي بتكون حاوية على أمينو أسيد معمم. في عنا إبر الميزوثيرابي اللي هي فيتامينات، طبعا عنا ميزوثيرابي أكني، ميزوثيرابي جلوتاثيون للتصبغات، ميزوثيرابي فيتامين سي، نحن بنختار على حسب الحالة. في عنا الإجراء كتير أنا بحبه هو الحقن البلازما، نحن بيتم سحب دم من المريض، بيتسفل هذا الدم، بنسحب الصفيحات والفايبرين وبنحقنها بالوجه، ترجع يعني بتعيد بناء هيكلة الخلايا وانقسامها. البلازما كل قد ايه دكتورة لازم نعملها؟ هي ما لها وقت معين، يعني نحن فينا اسبوعيا نحقنها لانه هي ما لها اي ضرر، هي عبارة عن شيء طبيعي مأخوذ من الجسم، وكتير مفيد للصبايا اللي بيكون عندهم نقص حديد او فقر دم لانه بيكون وجههم شاحب فبيعطي رونق للوجه. أكيد سوري، بالإضافة للكريمات والمكملات الغذائية هي دورها بسيط جدا وقائي أكثر من أنه محسن، بس أكيد كمان مهمة. طيب دكتورة، اليوم الأسواق مليئة بأنواع البوتوكس إن كان أو أنواع الفيلر، والأسعار يعني مختلفة. اليوم عم نشوف ارتفاع بأسعار هاي المواد، ولكن اليوم شخص كيف قادر يختار المادة الصح والسعر يعني المناسب لإله؟ قد اليوم المهم الثقة واختيار الطبيب المناسب. صحيح، بداية بده يكون في ثقة بين الطبيب والمريض لحتى يعطي ثقته الكاملة لطبيبه باختيار المادة المناسبة. يعني أحياناً أغلى نوع بوتوكس صراحة بيكون غير مناسب للحالة اللي عندي، لأنه أنا عندي كتير حالات ممكن أحقن فيها البوتوكس، أنا ممكن أحقن بوتوكس الصداع النصفي، صداع الشقيقة، أو ممكن أنا أحقن بوتوكس الآلام العضلية منطقة العنق، أو ممكن أنا أحقن بوتوكس التعرق الأندر آرم واليدين والرجلين. كل حالة إلى نوع بوتوكس معين، يعني في البوتوكس اللي بيأثر بشكل سريع وبيكون خفيف هذا نحن بنحبذ نحقنه بالوجه، أما البوتوكس اللي بيكون مدى أطول تركيز أعلى بنحب نحقنه بالمناطق العضلية الكبيرة. فهو الموضوع صراحة ما هو مرتبط بسعر المادة، وإنما يعني الشيء المناسب للحالة المناسبة.
واليوم يمكن في كثير من الصيدلانيات بتلاقيهم بيفتحوا مشاريع صغيره اليوم فيها كثير مستحضرات للعنايه بالبشره، سيرومات، كريمات معينه، مرطبات. طيب هي المشاريع اليوم هي عم تكون امنه برايك اليوم؟ نحن قادرين فعلا انه ناخذ نتيجه مفيده للبشره؟ هلا في عنا الكريمات اللي هي بتكون حاوية على مواد اللي هي نحن نسميها OTC، هي ما فيها مواد فعالة، ما فيها شيء قوي بيأثر على البشرة، هي كلياتها آمنة، وإنما ممكن تسبب تهيج بسيط، حساسية بسيطة، ولكن كليات يعني كلياتها ضمن إنه نحن فينا نتدارك أثرها. هي الكريمات أوكي ما عنا مشكلة مثلا تكون متداولة بين الصبايا، بس تمام. يفضل إنه نحن ناخذ استشارة طبية. أما المواد أو الكريمات أو البرودكتس اللي بيكون فيها مادة فعالة مثل الريتينيول، الساليسيليك أسيد، لا أنا ما بنصح إنه تكون بشكل عشوائي، لازم صراحة تكون مدروسة ومثل ما حكينا طبية. تماماً مثل ما حكينا كل شيء له شيء. طيب دكتورة ذكرنا الجوانب التجميلية للبوتوكس، ولكن نحن من خلال حديثك أيضاً في جوانب مرضية، يعني حالات مرضية اليوم تستدعي حقن البوتوكس، وذكرنا الوجع النصفي حتى في حالات بالعنق مرضية، ممكن نوضح هاي الفكرة أكثر؟ أوكي. رح أذكر الحالات اللي نحن ممكن نستخدم البوتوكس فيه كعلاج وليس كتجميل. الصداع النصفي، الشقيقة، أكبر محرض لموضوع الشقيقة هو آلام الرقبة، آلام العنق. فنحن لما بنستهدف عضلات العنق مع العضلة الصدغية اللي هي بتعمل توتر بالرأس وبتأدي لهي الآلام، نحن هون تخلصنا من موضوع من حالات كثيرة من آلام الشقيقة. أيضا القعدة الطويلة أو على المكتب بطريقة مغلوطة لساعات طويلة بتعمل عنا شد بالعضلات اللي هون موجودة بالعنق، نحن لما بنحقنها بيرتاح الشخص كتير وبيطلع من حالة اللي هو بنسميه بالعامية الوتاب. أيضا نحن ممكن نحقنه لحالة الضزز اللي هي الكز على الأسنان، في أشخاص بكزوا على أسنانهم خاصة فترة أثناء النوم. تماما. البوتوكس جدا فعال بهاي الحالة. وين بينعطى البوتوكس بهاي الحالة؟ بينعطى بالعضلة الماضغة، هون في عنا العضلة الماضغة بتركيز معين بتنحقن بهيدي الجهة، وبهيدي الجهة نحن منكون أخذنا نتيجة. ما له تأثير سلبي؟ لا لا، دائما يعني كونه المادة المناسبة مع التركيز المناسب فما عنا أي آثار سلبية، وإنما ممكن يصير في صعوبة بالعض أو وهن بالعضلة تحسي بضعف مؤقت خلال أسبوع أسبوعين وبعدها بيزول. تمام. كل آثار مؤقتة يعني. طيب بالختام خلينا نعطي نصائح لكل المشاهدين اللي حابين أكيد يحصلوا على أفضل النتائج للعناية بالبشرة. أوكي. رح أرجع أكد على موضوع أنه الجمال حالة ضرورية مهمة، بس ما تتحول عنا لهوس، ما يصير عنا أنه كل شيء بدنا نعمل فيلر، كل شيء بدنا نعمل بوتوكس، بدنا نعمل تغيير جذري بالشكل. دائما الجمال البسيط أو اللمسات البسيطة هي الأهم بهذا الموضوع، وبده يكون القرار مدروس ما بين الطبيب وما بين المريض، وعلى أساسه نحن بنشتغل إن شاء الله. دكتورة غزال شكراً لحضورك اليوم، صباحك هيك جمال ورواء على طول. أنت الجمال، تسلمي لي. أهلا وسهلا بحضرتك. أما نحن هايدي صباحك جمال يا هايدي. صباحك. شكراً لك هايدي، وأكيد كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول، وأكيد للمصورين اللي رافقونا ضمن الاستوديو. شكراً لكم مشاهدينا، رافقونا بكرة بنفس الوقت ومن هلأ لوقت، أكونوا بألف خير، بقيت نهار حلو لكم، يحمل معه كل شيء بتحب بحياتكم. كونوا بخير، باي باي. أكيد مشاهدينا شكرا لكم، وشكرا لكل الكادر صبحنا غير لليوم. لا تنسوا تابعونا بكرة بنفس التوقيت بفقرات جديدة وضيوف جدد وكادر جديد، ومن هلا لبكرة تبقوا بألف خير، باي باي.